كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حموده، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة. وقعدت هو كونوا فاهمين ان انا معرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالامارة دورة المياه الزانية اللي في اخر الطرع، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفته وقف على البحر يتبلطر ويعاكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحده ببلطيم يعاكسها لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثه اللي ما هيمشي عدل لكم مكسحه ومعلقه على باب المدرسه هنا اهو. يلا معتدل مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضره الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ يعني بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمني. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة، ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، ام عوض بعت لك البيت ده وبتقولي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قال؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية جواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لكون أنا اللي ضربه. ابتدي.
مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي، جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمل كده ليه؟ يما ما أنت عارفة يما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدي دخلتي فورا. طب يلا عملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني؟ قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدنا اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل، نملأ القلل. وبعدين عايز اقولك على حاجة يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفة ومقتنع بيها بصراحة. الجواز عبارة عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة. قوليلي ليه؟ ليه؟ قوليلي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلل، ومن قالك ان الوحشة مش هتهجر وسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في ده يا ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملأ القلل. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبويا. أنت يا ابني أنت وأنا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وأنت يا ابني أنا مش قايل لك تجيب ولي أمرك؟ قلت لي أبويا انقتل، قلت لك هات أمك، قلت لي أمي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. أنا عايز أشوف حد من عيلتك. أنت هتتعلم يعني هتتعلم. أوكي. الله يرحم أبوك يا أخويا. دلوقتي يا أخويا أنت وهو وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الأسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 54. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. لسه. من يا اخويا؟ لسه. مين إليسا دي؟ واحدة كده بترقص وتغني بس. ايه زي لقطة القشطة يا فندي. نيل يا عجل يا هبل. انت يا راجل انت قولي كلمة بتبتدي بحرف الايه. اتو. مين يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. الكرة دي اللي هتوديك في داهية وتلحس دماغك.